بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الصحة والغذاء، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة هنتكلم فيها عن أسباب الانتفاخ، عسر الهضم، الإمساك، الارتجاع، أو اللي احنا بنسميها الحموضة. عشان نقدر نحصر الأعراض الأربعة دول في فيديو واحد، لازم اللي احنا نشرح الأول الهضم بيتم إزاي. تعال مع بعض كده في معلومات بسيطة خالص كده هنتكلم فيها عن الهضم. الأول هنتعرف على الجهاز الهضم بتاعنا ووظيفة كل واحد، وكل واحد إزاي بيشتغل، وبعدين في الآخر هنقول إزاي نقدر اللي احنا إن شاء الله نحل المشاكل البسيطة بتاعت الانتفاخ، عسر الهضم، الإمساك، والحموضة في البيت ببعض الوسائل البسيطة اللي موجودة عندك في المطبخ. مبدئيا انت عندك اول حاجة بعد ما انت بتمضغ الاكل، وخلي بالكم يا جماعة موضوع المضغ بتاع الاكل ده موضوع مهم جدا جدا جدا. احنا بنشوف عدد كبير جدا من المرضى كل معظم امراضهم بتنشأ من عدم هضم الطعام. انا بنشرح الكلام ده ان شاء الله في فيديوهات تباعا، لان اول نقطة بتحصل اللي هو ما بيمضغش كويس. المفروض الكتاب بيقول عشان تقدر اللي انت تساعد المعدة اللي تهضم الاكل، وهنتكلم عن دورها ان شاء الله بالتفصيل دلوقتي، لازم اللي انت على الاقل تمضغ الاكل على الاقل 30 مضغه قبل ما انت تبلعه. 30 مضغه يا جماعه، نحترم الاكل شويه. احنا ما بنحترمش الاكل بتاعنا، بنبلع بنزلط على طول، مستعجلين، واحد وراه حاجه بياكل بسرعه وراه مصلحه، مش ينفع. انت كده بتاذي جهازك الهضمي وبتاذي كمان الدوره الدمويه بالاكل اللي بينزل بعد كده وبيدخل الدوره الدمويه، مش بيتهضم، ممكن يعمل لك حساسيه وممكن يعمل لك مشاكل. فاول نقطه لو سمحت، اول نصيحه لو سمحت، امضغ الاكل كويس. النصيحه الثانيه المهمه جدا خاصه بالمعده. المعده يا جماعه الجزء الهم فيها هو الحمض بتاع المعده. حمض المعده لازم نكون عارفين عنه شويه معلومات. هو في حاجه اسمها الاس الهيدروجيني، مش مهم ان احنا بس ندخل في تفاصيل علميه ملهاش اي لازمه. المهم ان المعده دي حاجه حامضيه جدا جدا جدا، الحموضه بتاعتها تتراوح من 1 إلى 3. لازم تكون المعده حامضيه جدا. المعده كل ما بتكون درجه الحموضه فيها عاليه جدا جدا جدا، كل ما الهضم فيها بيتم بكفاءه عاليه جدا. كل ما الحموضه تقل، كل ما كفاءه الهضم تقل في المعدة، فبالتالي بتبتدي يحصل مشاكل. أنا عاوز أقول لكم على معلومة ممكن أول مرة تسمعوها أو هتستغربوا لها كتير جدا، إن الارتجاع هو إلا في حمض المعدة. مش زيادة في حمض المعدة. هنا إحنا عندنا الصمام اللي ربنا خلقه لنا، الصمام ده بيقفل كويس جدا 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 لما بيكون حموضة المعدة عالية. كل ما بتكون الحموضة قليلة في المعدة، كل ما الصمام ده بيفتح فبيبتدي يحصل الارتجاع. انت عمرك ما تقدر تتحمل ولا المريء يتحمل الحموضة الرهيبة اللي بتكون موجودة في المعدة، لكن الارتجاع حمض او الحمض الاميني اللي اسمه فينيل الانين هيبقى قليل اللي بيروح للكبد، اللي الكبد بعد كده بيستخدمه في تصنيع صبغه الجلد، فبالتالي يبقى ممكن تتعرض لحاجه زي البهاء. شفت المعده لو انت ما احترمتهاش ممكن تعمل لك بهاء. طيب دلوقتي ادي الحمض بتاع المعده. الحمض بتاع المعده قلنا اول حاجه بيعملها اللي هو بيهضم البروتينات. رقم 2، الحمض بتاع المعدة يا جماعة هو اللي بيستخرج المعادن من الأكل، هو اللي بيستخرج الحديد من الأكل، هو اللي بيستخرج الكالسيوم من الأكل، فبالتالي نقدر اللي احنا يكون دمنا قوي، يكون عندنا كمية حديد كويسة تقدر اللي هي تعالج لو احنا عندنا أنيميا، ويكون طبعا عظمنا قوي وعضلاتنا قوية وأعصابنا قوية عشان وجود الكالسيوم اللي بيطلع من الأكلات اللي فيها نسبة عالية من الايه؟ من الكالسيوم. طيب الوقت لو الحمض بتاع المعدة قليل، أنا أعمل إيه عشان إيه من النباتات الطبية، إيه من الأغذية الطبيعية اللي تساعد إن حمض المعدة يبقى كويس؟ رقم 1، المعدة بتحب البنجر. حط بقى تحت دي متخط ونقول هنا أهو المعدة بتحب إيه؟ المعدة بتحب البنجر. ليه المعدة بتحب البنجر يا دكتور أحمد؟ عشان خاطر
البنجر فيه مادة فعالة بترفع من حمض المعدة، عشان كده يا جماعة البنجر بيعالج الأنيميا. ناس كتير مش عارفة المعلومة دي. ليه مش عارف ان البنجر بيعالج الأنيميا؟ ليه؟ عشان خاطر البنجر بيساعد ان حمض المعدة يطلع كويس، فبالتالي الحديد يطلع كويس، فبالتالي نقدر ان احنا نعالج الأنيميا. كذلك البنجر بيعالج الارتجاع والحموضة. بس عشان خاطر البنجر يكون بيعالج الارتجاع والحموضة، لو سمحت خدوا قبل الاكل. دايما انا بقول للمرضى بتوعي او المرضى اللي بيجوا لي او اللي بيسالوني عن موضوع المعده، اقول لهم البنجر فايدته قبل الاكل. ان خدت البنجر بعد الاكل ما عادش ليه فايده. احنا عاوزين نزود الحمض بتاع المعده قبل الاكل، ايوه، عشان نستفاد من الاكل اللي احنا بناكله يا جماعه. يبقى رقم واحد، المعده بتحب البنجر، خلاص تمام، المعلومه دي ممتازه. الحمض بتاع المعده يا جماعه هو لازم يكون قوي جدا، لان احنا عندنا جزء تاني في الجهاز الهضمي اللي هو متمثل في الكبد. الكبد بيفرز حاجه اسمها العصاره الصفويه. العصاره الصفويه دي بتتخزن في المراره. بالمناسبه انا ضد القصه بتاعه عمليه استئصال المراره والمعلومه الغير صحيحه اللي بتقول ان المراره دي ملهاش دور، ان المراره مخزن. هي تبدو كانها مخزن، لكن المراره لها ادوار مهمه جدا 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 في الجسم. ان شاء الله هنبقى نفرد ليها مجموعه من الحلقات، لان المراره دي يا جماعه مرتبطه بالغده الدرقيه. الغده الدرقيه بتشتغل بالمراره. الغده الدرقيه اجهادها بيقل بوجود المراره في الجسم. وهنبقى نشرح الكلام ده تباعا، مش وقته، احنا بنتكلم عن موضوع تاني خالص. طيب النقطة الثانية عندنا هنا، الكبد قلنا بينتج حاجة اسمها العصارة الصفوية. العصارة الصفوية بتتخزن في المرارة. المرارة بتقوم تنقبض كده شبه الكورة، وتقوم تطلع السائل اللي جواها اللي هو العصارة الصفوية، يدخل في الجهاز الهضمي ويبتدي يهضم الدهون. الدهون جزء مهم جدا في مكونات مكونات الأكل بتاعنا، وهي شيء مهم جدا 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 في العمليه بتاعه التخسيس. وهنبقى نشرح الكلام ده يا جماعه بالتفصيل. طيب المراره، انا بنشرح الكلام ده تباعا، وان شاء الله نقول الاسباب والتفصيل. المراره فيها قلنا العصاره الصفويه. العصاره الصفويه بتخرج، المهم يعني العصاره الصفويه بتبتدي اللي هي تخرج وتعمل حاجه مهمه جدا، هي هضم الدهون. الدهون يا جماعه فيها كل الفيتامينات اللي جسمك، معظم الفيتامينات اللي جسمك بيحتاجها، اللي هم الاربع فيتامينات المشهورين: فيتامين الف، فيتامين ه، فيتامين كاف، اي خلل او اي نقص في حمض المعده اللي انت بتروح تاخد له مضادات الحموضه، اللي انت بتعمله ده مش صح، غلط. ما تاخدش مضادات حموضه. الارتجاع قلنا هو نقص في حمض المعده. اظبط الارتجاع باللي انت تاكل بنجر قبل الوجبات. في امريكا يا جماعه بيستخدموا كمان خل التفاح قبل الوجبات، مخفف شويه في شويه ميه، عشان برضو يساعد في ان حمض المعده يكون اقوى. بعض الناس ما بتستحملش خل التفاح، مش مشكله، عندك البنجر امن هو. وممكن انت تستخدم معاه الليمون لو هتستخدمه قبل الاكل. انا وانا في الصين، الصينيين دايما بيحبوا ان هم يشربوا الليمون قبل الاكل، عشان خاطر ان هم يقووا حمض المعده، فبالتالي يقووا عمليه الهضم، فبالتالي يبقى الصيني قوي يقدر اللي هو يشتغل. ايا كان المراره تمام، خرجت الدهون بتاعتها. الدهون قلنا بتجيب اللي هي المراره تمام، فيها العصاره الصفائيه. خرجت العصاره الصفائيه عشان تهضم الدهون. الدهون فيها الفيتامينات الدوابه في الدين، الالف والهاء والكاف والدال. بقى جزء مهم جدا هو البنكرياس. البنكرياس هو اللي بيفرز ايه؟ الانزيمات بتاعتنا، الانزيمات الهاضمه. طيب المراره بتحب ايه؟ المراره حضرتك بتحب السريس. عارفين السريس يا جماعه؟ السريس ده دي نبته جميله كده بتطلع مع الزرع اللي هو مشهور، اللي هو البرسيم، او بنسميه عندنا لدينا في الفلاحين يعني الربه. السريس ده مش طبيعي، ده نبات ممتاز، ده فوق الوصف. احنا تقريبا الايام دي في موسم السريس، حاول ان انت تلحق تلم اللي تقدر تلمه وتنشف السريس ده، سواء الجذور بتاعته او الورق. ده ممتاز جدا جدا جدا، لانه بينشط انتاج العصاره الصفويه. عامه الكبد، اي حاجه مره، اي حاجه طعمها مش حلو بالنسبه لك ما بتحبهاش، الكبد بيحبها، يقدر اللي هو ينتج بيها ايه؟ العصاره الصفويه بتاعته، زي السبانخ، زي
الحميض، بعض الناس ما بتحبش الحميض ده، زي الخبيزة، كل الحاجات دي بتساعد الكبد، طبعا الخشوف، كل الحاجات دي بتساعد الكبد اللي هي تنتج الكثير والكثير من العصارة الصفراوية، فبالتالي يقدر نقدر ان احنا نهضم الدهون، فبالتالي ما يكونش عندها نقص في فيتامين د، ما يكون عظمنا قوي، ما يكونش عندها نقص في فيتامين كاف، يكون عظمك برضو قوي، ويكون برضو الاوعيه الدمويه بتاعتنا سليمه ما فيش فيها تكلس، ما يكونش عندنا نقص في فيتامين الف وفيتامين ه، فتكون بشرتنا وجيوبنا الانفيه ممتازه وقويه. الانزيمات بتاعه البنكرياس بتحب نبات الكمون. كتير جدا من الناس يا جماعه تلاقيهم بيحبوا يشربوا كمون بعد الوجبات. حاول تخلي الثلاثه اللي انا قلت عليهم دول يكونوا قبل الوجبات. تعرف انت لو شربت كمون على سريس على حته بنجر وشويه ليمون بسيط كده قبل الوجبات، انت عارف انت ممكن تهضم خروف، ولا يهمك طبعا، لان انت قويت العمليه بتاعه الهضم كلها. الانتفاخ دايما بيكون سببه عدم وجود كمية كافية من العصارة الصفراوية في الجهاز الهضمي، فبالتالي بيحصل الانتفاخ. عسر الهضم احنا شرحنا بيكون سببه ضربة البداية بتاعته في المعدة، واللي احنا نقويه باستخدام البنجر وبعض النباتات الطبية الأخرى. الامساك بيكون سببه نقص في انتاج العصارة الصفراوية. دايما انا بقول للمرضى بتوعي حب الكبد بتاعك، لان دهون الكبد يا جماعه اللي بتعمل الامساك المزمن، الامساك المزمن دي حاجه كتير جدا جدا بيعاني منها السيدات، وهنبقى نشرح ليه السيدات بالاخص اكثر من الرجال بيكونوا بيعانوا من موضوع اللي هو الامساك المزمن، ليها طبعا شرح مفصل في القصه، لان هي لها علاقه طبعا. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.